أن تمنع شخصا من السقوط أفضل 1000 مرة من مساعدته بعد السقوط. دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الأزمة السياسية في تونس موجها رسائل شديدة اللهجة لكل من الحكومة والبرلمان والقضاء. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: نحن قادمون إلى باردو لتعديل البوصلة وسنختار التوقيت، والدولة على حافة الإفلاس بسبب الخيارات الخاطئة، ولا بد من تعديل البوصلة. وأوضح الطبوبي خلال إشرافه على تجمع عمالي انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في إطار الدفاع عن نقب قطاع الصحة بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس، وعن المنظمة الشغيلة ضد الهجمة التي تواجهها من قبل ما وصفه بائتلاف الشر المعادي للعمل النقبي. أنه بات واضحا أن المعركة أصبحت اليوم سياسية بامتياز بغاية ضرب الديمقراطية ومكتسبات الدولة المدنية وتغيير النمط المجتمعي. وقال إن المنظمة الشغيلة تتصدى للدواعش الذين يعملون على تدمير كل رصيد وطني ومكتسبات الدولة المدنية، وبقدر ما أن أيدينا مفتوحة لكل من يعمل على بناء تونس ومصلحتها بقدر ما نحن جاهزون لمعركة كسر العظام. وفي رسائل وجهها إلى الحكومة أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أن تجاه رئيس الحكومة الذي أشار إليه في تصريحه الأخير حول التخفيض في الأجور لن يتم ما دام الاتحاد قلعة النضال ما يزال صامدا ويستبسل في الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن تحالف ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس مؤامرة لضرب مكتسبات الشعب التونسي. وقال الطبوبي خلال لقاء صحفي على هامش تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي بولاية صفاقس منتقدا التناقضات في الساحة السياسية والبرلمانية: من كان يتهم بالفساد ودخل السجن مع من كانوا يوصفون بالدواعش، في إشارة إلى تحالف قلب تونس وائتلاف الكرامة الإسلامية معتبرا أن تحالفهم هو مؤامرة تحاك ضد تونس لضرب مكتسبات هذا الشعب. ودعا الطبوبي السياسيين إلى الابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية والالتفات للمطالب الحقيقية للمواطنين، مشددا على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لم يعد يحتمل. كما توجه إلى السلطة القضائية بالقول إن هذا التحرك الاحتجاجي لا يراد منه الضغط على القضاء، إنما البحث عن قضاء عادل ومنصف بعيدا عن المساومات السياسية الخسيسة والضغط المسلط عليه، داعيا السلطة القضائية إلى التعاطي بجدية مع 60 ملف فساد في مجال القضاء الموجودة على طاولة المجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت كامل يوم السبت بصفاقس ودامت أكثر من 13 ساعة قررت عقد المجلس الوطني للاتحاد في دورته العادية أيام 24، 25، 26 من أوت 2020 بمدينة الحمامات للنظر في الوضع الداخلي للاتحاد والشأن العام بالبلاد. كما قررت تنظيم تحركات احتجاجية جهوية قطاعية سيتولى المكتب التنفيذي بالمركزية النقبية تحديد تواريخها، وذلك تضامنا مع نقبي الصحة بصفاقس الموقوفين منذ أكثر من شهرين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس. أثارت تصريحات الطبوبي جدلا، حيث قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزغار إن اتهام الطبوبي للمجلس الأعلى للقضاء بالتغطية على ملفات الفساد هو من باب المغالطات ولا أساس له من الصحة، متهما الطبوبي بمحاولة الضغط على القضاء للإفراج عن نقبيين متهمين بالاعتداء على أحد النواب. ألم يقل إن الذين ولدوا في العواصف لا يخافون عادة من هبوب الرياح؟